السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله سيكشن الأسبوع السادس في مادة الآلات الحسية لبرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة. في السيكشن هنبتدي نشرح التيست اللي بيتم على الاندكشن موتور من دي سي تيست ولوكد روتر تيست ونيولو تيست. في الدي سي تيست أنا بعين مقاومات أو مقاومة الستيتور على حسب نوع التوصيل للآلة. لو الآلة متوصلة ستار، المقاومة المقاسة بقسمها على اتنين تديني الدي سي ريزيستنس. لو الآلة متوصلة دلتا، المقاومة اللي أنا قستها بضربها في 1.5 اللي هي 3/2. ممكن آخد تأثير السكان افكت في الاعتبار، أضرب ال ار دي سي في 1.15. أنا كده جبت مقاومة الستيتور. كل القيم اللي بتكون معطاة في التيست بتكون 3 فيز اللي هي لاين، فهبتدي احولها لسنجل فيز. بعد كده لو جينا نبص على النولو تيست، في النولو تيست انا بشغل الآلة عند جهد الريتد وتردد الريتد، وطبعا الآلة بتكون نولو مش محملة، فالآلة بتدور بسرعة قريبة جدا من سرعة التزامن. الاس اللي سليب عندي هتكون صغيرة جدا. الديناميك ريزيستنس ار 2 في 1 ناقص اس على اس بتكون قيمتها كبيرة، ديت بتديني ان البرانش ده كله كده عبارة عن اوبن سيركت، كأنه اوبن سيركت، فتصبح الايكوفلنت سيركت عبارة عن ار 1 وجي اكس 1 سيريز مع جي اكس ام توازي مع ار سي. الار سي دايما بتكون اكبر من الاكس ام انا ممكن احملها. طيب الاختبار ده انا هحدد منه حاليا، انا بقيس الجهد والتيار والباور في حالة النلود. كل الباور المسحوبة هنا بتكون رايحة في الكبر ستيتور لوسز والروتيشنال لوسز اللي هي عبارة عن الكور لوسز والفريكشن لوسز. انا ممكن من النولود باور احسب الروتيشنال لوسز. بعد كده ممكن اقول ان الايكويفالنت امبيدنس بتساوي السنجل فيز او الفيز فولتج على التيار النولود تساوي الاكس واحد زائد الاكس ام. طيب انا دلوقتي عايز افصل اكس واحد عن اكس ام، هذا هنشوفه في البلوك روتر تيست. في البلوك روتر تيست انا بشتغل عند تيار الريتد، وطبعا بيكون الجهد صغير، الاله واقفه ما بتشتغلش لان ام بصفر، فالفليب بواحد، الاس بواحد، فده يديني ان ار 2 زائد جي اكس 2 مقاومتها صغيره جدا مقارنة بالار سي والجي اكس ام، فهقدر اهمل البرانش ده. تكون الايكوفلنت سيركت بالشكل ده. عندي الفروقات اللي عندي هي البي بلوكد روتر والفي لوكد روتر والاي لوكد روتر. كل البار المسحوبة هنا بتكون راحة في الكبر لوسز في الستيتور والروتر. انا بشتغل في التيست ده عند تردد منخفض عن تردد الريتد. في الحسابات انا اقدر اقول ان الزد لوكد روتر بتساوي الفي اللي هو جهد في حالة البلوكد روتر على التيار في البلوكد روتر، ده بيساوي الار لوكد روتر زائد جي اكس لوكد روتر داش ان انا شغال عند تردد تاني. الار في اللوكد روتر بتساوي ار واحد زائد ار اتنين داش ال اكس لوكد روتر داش هي اكس واحد داش زائد اكس اتنين داش. طب انا عايز، انا جبت الزد لوكد روتر كماجنتيود، هجيب السيتا بتاعة الزد هي كوزاين ماينس وان البي بلوكد روتر على جذر ثلاثة في جهد الاطراف في التيار اللي مر في الاختبار ده. بعد كده اقدر اقول ان الزد كماجنتيود في كوزاين سيتا تساوي الار لوكد روتر، والزد كماجنتيود في ساين سيتا تساوي الاكس لوكد روتر داش. بعد كده اقدر افك
ال R looped rotor ال R واحد و R اتنين ده R اتنين، أنا حسبت R واحد خلاص من التيست و R looped rotor أنا حسبتها، كده أقدر أجيب مقاومة الروتور. بعد كده أقدر أحسب إن ال X looped rotor ال referred ناحية ال stator في حالة التردد ال rated، ال reactance هتبتدي تزيد بنسبة ال V rated على ال V ال F في حالة التست، التردد في حالة الريت والتردد في التست، في ال X لوبد روتر داش اللي أنا لسه حاسبها من التست يساوي X واحد زائد X اتنين. طيب لو أنا أفصل X واحد عن X اتنين ده بيعتمد على الروتر ديزاين على حسب الكلاس اللي هو فيه، هيكون X واحد نسبة من اللوبد روتر رياكتنس. لو جينا نبص على المسألة رقم 7-18، هي دي المسألة الوحيدة في الشيت على النقطة ديت، يقول لي عندي آلة 208 فولت 60 هرتز 6 بول ستار كونكتد 25 هورس باور ومديني الكلاس بتاعها بي، وبيقول لي التست تم عند نولود عند 208 فولت 22 امبير 1200 واط 60 هرتز، اللوكد روتر تيست تم عند جهد منخفض اللي هو 24.6 فولت 64.5 امبير 2200 واط 15 هرتز، ده تردد منخفض عن تردد الريت اللي هو 60، والدي سي تيست كان الجهد فيه 13.5 والتيار 64 امبير. هو عايز البارامتر الايكوفلنت سيركت للموتور، وبعد كده عايز يرسم التورك سبيد كاركترستيك. احنا هنطلع الاول البارامتر للموتور من الدي سي تيست، الآلة متوصلة ستار، فالآر ميجر هقسم الجهد على التيار وكمان هقسمه على اتنين عشان أجيب مقاومة الستيتور اللي هنا هي بين طرفين، فكده معايا آر واحد بمية وخمسة من ألف أوم. أما في حالة النولود تيست أنا شغال عند 208 فولت 22 أمبير عند 60 هرتز، انا اقدر اقول ان الزد في حالة النولود كان بتساوي اكس واحد زائد اكس ام هي الفي فيز على الاي نولود، 208 هقسمها على جذر 3 عشان الالة عندي متوصلة ستار، فانا كده جبت الفي فيز، ادتني الماجنتيود بتاع اكس واحد زائد اكس اتنين اكس واحد زائد اكس ام، ده عندي تردد 60. اما في حالة البلوك روتر انا هضطر ان انا احسب ال Z بلوك روتر داش والسيتا لوك روتر. طيب الاله بتاعتي شغاله عند 24.6 فولت، ده انا هقسمها برضو على جذر 3 تديني 14.2 واقسم على التيار، كده انا جبت ال Z في حاله اللوك روتر والسيتا هي كوزاين ماينس 1 الباور على جذر 3 في الجهد في التيار، كده انا جبت السيتا. بعد كده اقول الزد في كوزاين سيتا تديني الار لوج روتر، والار لوج روتر هي ار واحد زائد ار اتنين، وار واحد انا حسبتها من ديس تيست فبالتالي اجيب ار اتنين، الاكس لوج روتر داش هي الزد لوج روتر كماجنتيود اللي انا لسه حاسبها في ساين سيتا، كده انا جبت الاكس لوج روتر هي عبارة عن، بعد كده اقدر اعمل لها ريفيرنج لتردد الريتد، اقدر في تردد الريتد على تردد التيست، كده خلاص انا حسبت الاكس لوجد روتر طلعت ب 52%. الاكس لوجد روتر هي اكس واحد زائد اكس اتنين من الكلاس بتاع الموتور، الكلاس عندي من نوع بي، يبقى الاكس واحد 4/10 من الاكس في حالة اللوجد روتر، والاكس اتنين هي 6/10 من الاكس في حالة البلوك روتر تيست، كده انا معايا اكس واحد واكس اتنين. نقدر بعد كده نحسب الاكس ام، انا خلاص انا كنت حاسب في التيست اللي هو النو لود حسبت الاكس واحد زائد الاكس ام، هقدر دلوقتي افصلهم بعد ما قدرت احسب اكس واحد، تكون الاكس ام بتساوي الاكس في حالة النو لود تيست ناقص الاكس واحد، اديني 5.24 اوم. كده انا قدرت احسب كل البارامتر للآلة. كمان في مسألة او في اكزامبل محلول في المرجع على الجزئية ديت بيحل بنفس الكيفية، تقدروا ان انتوا تشوفوه هو كمان.
شكرا.